مصري على الراديو 90 لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. طيب داعم اساسي لحال بلدنا على مدار السنوات اللي فاتت ومش بس صراحه لحال بلدنا والراديو 90 لكل وسائل الاعلام هو المركز الاعلامي لمجلس الوزراء. مصر بتمر بفتره كبيره جدا على مدار من 2014 وصولا ل 2023 بمجموعه كبيره جدا من الشائعات. طب الشائعات دي كانت بتحصل فيها بلبله كتير جدا والناس تبدا تتكلم على الشائعات ونبدا احنا طبعا مشكورين بنشيرها على السوشيال ميديا واحنا مش واخدين بالنا، ولكن تدخل المركز الاعلامي في موضوع الشائعات وبدا يتواصل بسرعه جدا مع القطاع او الجهه المعنيه بها الاشاعه ويرد علينا اول باول. انفجارات كتير بتنزل على مدار السنه بتبقى داعم لينا وبنقدر نرد لحضراتكم بيها على كل استفساراتكم عن الشائعات. هي بتبقى خبر في الاول حضراتكم بتسالونا عليه ثم بتتحول لاشاعه بانفجراف محترم جدا موضح من الجهه او القطاع المسؤول عن الاشاعه عن الموضوع. يجي بقى فريق العمل والمسؤول عن المركز الاعلامي لمجلس الوزراء لا يكمل مجهوده في اخر العام، ويمكن ده على مدار الاعوام اللي فاتت بنعمله، بيعمل احصائيه بقى للشائعات ويقدر يدرس هو بيها كل حاجه. ما بتفرج انا بقى على الانفوجرافات دي والاحصائيه دي بشوف ارقام غريبه وبشوف ارقام متزايده وبشوف شهور مميزه وبشوف قطاعات اكتر معنيه بالاشاعات. خلينا نفهم كل التفاصيل دي من الصديقه العزيزه دكتور نعيم سعد زغلول رئيس المركز الاعلامي لمجلس الوزراء. يا دكتور مساء الفل. مساء الخير والسعاده يا استاذ احمد، ومساء الخير على الساده المستمعين. انا بشكرك اولا لاستقطاع وقت من وقت حضرتك، انا عارف وقتك عامل ازاي وشغلك عامل ازاي، بشكرك لوجودك معانا للشرح والتوضيح ده اول حاجه. انا اللي بشكر حضرتك جدا يا استاذ احمد ان حضرتك بتديني المساحه دي ان انا اتواصل مع الساده المستمعين، وبشكر حضرتك كمان جدا على دايما التوضيح والرد المستمر من قبل حضرتك والمحطة المحترمة والبرنامج بتاع حضرتك للسادة المستمعين على كل الشائعات المنتشرة واللي بتستهدف الدولة المصرية بشكل كبير، والتقرير اللي حضرتك هتستعرضه دلوقتي هيوضح قد ايه حجم الاستهداف للدولة المصرية، وخاصة ان العالم كله بيمر بأزمات كتير ودايما في وقت الأزمات بتزيد الشائعات بشكل كبير. طبعا. حضرتك بشكل مستمر احنا بنرد بشكل فوري، وحضرتك دوريا في البرنامج بتاع حضرتك بتوضح الصوره بمنتهى الدقه والبساطه للمستمعين. ده اقل حاجه نقدر نقدمها لمجهود حضراتكم وللشرح للناس. الارقام يا دكتور بتزيد جدا، انا ببص على اول احصائيه مثلا جت قدامي دلوقتي ان الارقام من 2014 نسبه الاشاعات كانت 1.4، احنا بنتكلم في دلوقتي في 20% او ازيد من 20% ونص. الاشاعات بتزيد فاكيد حجم العمل حضراتكم وفريق العمل بيزيد، واكيد التواصل مع القطاعات المعنيه ده بيزيد مع الوقت. صحيح يا استاذ احمد، يعني احنا اصدرنا التقرير السنوي الخاص بتحليل حصاد الشائعات لعام 2022 اللي بيقدم السنه دي وكل سنه يعني تحليل وقياس دقيق وتفصيلي لما يتم رصده من شائعات على مدار العام بشكل علمي ومنهجي. صحيح. التقرير ده يختلف عن التقارير السابقه اولا لانه 9 سنوات ودي مده معتبره جدا للتحليل. طبعا. وبتساعد في يعني معرفه القطاعات المستهدفه بشكل اكثر، اسباب انتشار الشائعات ممكن يبني عليها بشكل كبير الفتره الجايه، وكمان ده بيكون في اطار ان الحكومات المختلفه، يعني التقرير ده بيوضح جهود الحكومات المختلفه. صحيح. ان بعض الدول ال 30 بتعمل ايه وبتتصدى ازاي في معركه مواجهه الشائعات وتوضيح الحقائق للشعب. طب احنا في المركز الاعلامي بدانا من 2014 مهمه التصدي للشائعات. ده ادراكا مننا باهميه سلاح الوعي زي ما حضرتك عارف. طبعا. لان اهم حاجه في الملف ده هو سلاح الوعي، وان احنا بشكل دوري بنحاول يعني يوميا، مش عايزه اقول لحضرتك نتصدى باستمرار من فريق العمل اللي في المركز الاعلامي لمجلس الوزراء للتصدي للشائعات، لان زي ما حضرتك عارف احنا قدام سيل. طبعا. من الشائعات وتزييف الحقائق. قبل ما استفيض في شرح التحليل يا فندم خلينا اعرف اليه التعامل مع الاشاعه منذ رصدها من حضراتكم. اللي بيحصل طبعا يا استاذ احمد ان احنا خلينا نتفق ايه المصادر اللي بتنتشر فيها الشائعات. هنلاقي ان المصدر الرئيسي لانتشار الشائعات والمعلومات المغلوطه بيكون وسائل التواصل الاجتماعي. تمام.
طبعا زي ما حضرتك عارف يعني الاستخدام الكبير اللي بيتم لوسائل التواصل الاجتماعي تداول المعلومات باستمرار بدون توثيقها بدون معرفة مصدر هذه المعلومة. تمام. فبيتم تداولها يعني مع أطراف كتير وبتتحول المعلومة المغلوطة إلى معلومة صحيحة نتيجة التداول بين الأطراف المختلفة. صحيح. المصدر الثاني دي زي ما قلت لحضرتك نسبتها كبيرة جدا لأن وسائل التواصل الاجتماعي ما عملها شو رقابة. طبعا. المصدر الثاني وسائل الإعلام خاصة المعادية للدولة المصرية. تمام. حضرتك عارف في جماعات معادية للدولة المصرية وليها محطات إعلامية بتنشر من خلالها الأكاذيب. تمام. ده بالإضافة إن بيحصل يعني طبعا على الجروبات يعني بتلاقي بعض الجروبات إحنا بتجيلنا حاجات كتير من خلال الجروبات شائعات على إنها حقائق الناس بتستوضح عنها. تمام. طبعا من خلال الصفحة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء بتدخل ناس ودي يعني أنا فرصة إن أنا أشكرهم لأن دول يعني عندهم من الوعي ما يكفي انهم يستفسروا عن المعلومه اللي وصلت لهم. هايل. يعني بدا الناس فعلا الوعي بتاعها يزيد ان هو يبعت لحضرتك على الصفحه على طول عشان يستفسر ويمكن هو يكون وسيله من وسائل حضرتك كل الرد على فكره سواء بقى هو في جروب كبير او هو في صفحه مثلا فيها عدد كبير. صحيح. فدي احنا بنقصد الاشاعه زي من ايا كان بقى المصدر اللي جات لنا منه بنبتدي نتحقق منه الاول من الجهه المعنيه. لان حضرتك زي ما حضرتك عارف ان الشائعات بيبقى في جزء منها معلومه صحيحه ومعاها اكاذيب كتير بقى يعني جنب المعلومه الصحيحه دي اكاذيب كتير فلازم نتاكد الاول من دقتها ومن المعلومات المرتبطه بيها بنراجعها مع الجهه المعنيه بنجهز الرد احنا بنتعمد في الرد اللي احنا بنرد عليه بنرد من خلال انفجرات زي ما حضرتك اشرت كده بيوضح ايه هي المعلومه المغلوطه وايه المعلومه الصحيحه بتاعتها وكمان بنربطها ببيان تفصيلي بيدي معلومات تفصيليه عن الشائعه اللي تم الرد عليها للي عايز يستوضح اكتر احنا مش بس بننفي المعلومه المغلوطه لا احنا بندي تفاصيل عن تفاصيل بمعلومات تفصيليه مدققه للمواطن اللي مهتم بهذه الشائعه. كلام محترم جدا، زي ما في مهنيه وحرفيه في شغل حضراتكم برضه الشائعات بقى فيها مهنيه وحرفيه في طرحها، يعني ساعات بتبقى نازله مثلا من خلال موقع اخباري بيتحط عليها ده وصلت كمان لقطاعات حكوميه. برضه ده بيزود من صعوبه شغل حضراتكم. كلام حضرتك مظبوط جدا، احنا انا زي ما قلت لحضرتك دلوقتي ان في تطور تكنولوجي كبير حصل ده ساهم في تطور انماط انتشار وتداول الشائعات. تمام. بقى ليها انماط كتير بقى ليها اشكال كتير يعني عايزه اقول ايه بيختلط على المواطن المعلومه الصحيحه بالمعلومه المغلوطه خاصه ان مثلا انا ممكن اعمل لحضرتك مقطع صوتي واحطه على وسائل التواصل الاجتماعي وأدي رسالة معينة يشعر المواطن منها إنها معلومة صحيحة. صحيح. وهي كلها مزيفة، ممكن أعمل لحضرتك فيديو أو أعمل لحضرتك صورة مفبركة وحضرتك نتيجة إحنا زمان كنا بنقول إن الصورة هي اللي بتوضح إذا كان الكلام ده صحيح ولا خاطئ. دلوقتي بقى في تزييف للصور وتزييف للمقاطع الصوتية ومعلومات مغلوطة ويتم تداولها خاصة ان حضرتك ما بتبقاش عارف المصدر ما بتسألش كمان يعني ودي نقطة مهمة جدا ومهم ان انا اقولها من خلال تفضل. البرنامج بتاع حضرتك أهمية التأكد من مصدر المعلومة حضرتك هتلاقي أي إصدارة بتطلع من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لازم بنقول فيها مصدر المعلومة ايه هي جاية منين حتى لما بتجيب يعني انا عايز اقول لحضرتك احنا بنتناول ملفات كتير منها بيانات ومعلومات دولية ومحلية لازم بكتب المصدر عشان المواطن لو عايز يتأكد من المعلومة دي يدخل على المصدر الاصلي ويشوفها بنفسه فبالتالي انا بحاول ارفع وعي المواطن لو سمحت تأكد من المعلومة
بالاضافه يا استاذ احمد ودي نقطه مهمه جدا. حاليا كل الوزارات وكل الهيئات الحكوميه عندها صفحات رسميه على وسائل التواصل الاجتماعي بتنزل عليها كافه البيانات بتاعتها. بالاضافه ان المركز الاعلامي لمجلس الوزراء مسؤوليه كامله عن صفحه رسميه لرئيس مجلس الوزراء بنزل عليها كافه البيانات الرسميه لكل الجهات الحكوميه والوزارات المختلفه، كمان بننزل عليه كل المعلومات والتفاصيل المختلفه، فممكن حضرتك بمنتهى السهوله تدخل على الصفحات دي تتاكد او صفحه رسميه رئيس مجلس الوزراء. طب انا هفترض ان حضرتك دخلت والمعلومه ما عرفتش توصل لها بسهوله، حضرتك بتقدر تتواصل من خلال الصفحه بتستفسر عن المعلومه. احنا في المركز الاعلامي لمجلس الوزراء بنرد كمان في الوزارات المختلفه وصفحاتهم المختلفه ومصاحف الالكترونيه المختلفه بيردوا على المواطنين. احنا كمان انا سعيده جدا بالمساحه اللي حضرتك بتديها لي دلوقتي طبعا، ان انا اوضح ان في كمان خطوط ساخنه عند الوزارات المختلفه عند الهيئات المختلفه. ممكن حضرتك من خلال الارقام الخطوط بتاعتهم دي ممكن حضرتك تتواصل او ارقام واتساب كمان حضرتك ممكن تتواصل مع الجهه وتعرف المعلومه الصحيحه بمنتهى السهوله. ده هيساعد بشكل كبير لدحض الشائعات. ده انا يعني طبعا الجهات المختلفه بتنشر بيانات بشكل كبير واحنا بننشر ملفات ومعلومات بشكل مستمر علشان نتيح المعلومه للمواطن عشان نفحص الشائعات، وانا اعتقد ان ده بيفرمل بشكل كبير كم الشائعات. حضرتك مش متخيل حجم الشائعات اللي بيستهدف الدوله حجمه عامل ازاي. لا حجم كبير جدا جدا جدا، انما نتيجه اتاحه المعلومات اللي بتقوم بيها وسرعه اتاحتها اتاحه، مش عايزه اقول لحضرتك مش بس اتاحه تضافق للمعلومات ده في كثير من الاحيان مثلا مركز الاعلام لمجلس الوزراء بيتهم انه بينشر معلومات كتير جدا بيصعب على المواطن تجميعها مع بعضها، فبنحاول نلح عليه صحيح. حضرتك واخد بالك من المصطلح طبعا، بنلح عليه بالمعلومات بطرق مختلفة وبأشكال مختلفة وبأساليب مختلفة بنوصلها له، يعني مش عايزة أقول لحضرتك بأبسط الطرق علشان يتعرف عليها. فأنا يعني أعتقد إن في إتاحة كبيرة قوي قوي بتتم المعلومات، بالإضافة إن في تواصل بيتم من خلال أجهزة الدولة المختلفة مع المواطنين للتأكد من المعلومات. وأكتر من الحاجات المهمة كمان يا فندم الحاجات اللي بتعملوها اللي أنت قلتيها دلوقتي هي سهولة طرح الرد على الإشاعة، كامل احترامي لكل الوسائل اللي ممكن تبقى في القطاعات، بس الإشاعة أما أنا بشوفها مثلا على صفحة من صفحات الفيسبوك أنا ممكن ما بذلش المجهود، طبعا أتمنى إن يحصل ده وأروح للجهة، لا حضراتكم بتنزلها له في نفس المساحة بنفس السرعة لدحض الإشاعة من أولها على طول، فده مشكورين عليه لأن هي برضو سرعة السوشيال ميديا يا فندم يمكن ملمين بده بتخلي عايزة الرد كمان سريع وسهل. صحيح يا فندم، احنا بنحاول زي ما حضرتك قلت نديها كده كبسوله بالظبط وادي الرد التفصيلي ادي الرد المختصر وادي كمان البيان التفصيلي اللي بيرد على الشائعه. لا انا هقول لحضرتك على اليه كمان زي ما بقول لحضرتك احنا بنحاول نلح في الرد صحيح، يعني بنحاول نستخدم طرق كتير عشان نرد على الشائعات المنتشره. هتلاقينا يا فندم يعني هدي حضرتك مثال بسيط، ان مثلا من الشائعات اللي كانت منتشره خلال الفتره اللي فاتت، طبعا حضرتك احنا في ازمه اقتصاديه عالميه وانعكست على مصر بشكل كبير. لما خلال الفتره اللي فاتت زادت الشائعات بشكل مبالغ فيه علشان يخوفوا المواطنين عشان يحصل اثاره للقلق عند المواطنين بالذات في الازمه بخصوص الازمه الاقتصاديه. طبعا خليني اقول لحضرتك ان احنا على طول بقى مش ربنا بس كده، ان احنا حاولنا بسرعه جدا نرد بشائعات بتوضح بمعلومات تفصيليه مدققه من مصادرها نرد على هذه الشائعات. احنا عملنا اصدرنا انفجرات بعنوان استمرار لاتخاذ الخطوات الاستباقيه لمواجهه الازمات
خطه الدوله لمواجهه تبعيات الازمه الروسيه الاوكرانيه. انا مش عايزه اقول لحضرتك حاله الهلع اللي كانت عند الناس طبعا. ان هم مش هيقدروا نتيجه الازمه دي انهم يحصلوا على احتياجاتهم اليوميه. تمام. احنا سلطنا الضوء من خلال الانفجارات ده بالبيانات بالارقام مدعمه، مش عايزه اقول لحضرتك برؤيه المؤسسات الدوليه لينا، ان احنا بنسير في الطريق الصحيح من خلال ان احنا وضحنا استعدادات الدوله للتعامل مع التداعيات المحتمله للازمه على مختلف المستويات. اهمها قدره الدوله على توفير مخزون امن من السلع لتلبيه احتياجات المواطنين. ودي من ضمن الحاجات كان فيها الحاح فعلا. الحاح يا فندم الى جانب حزمه اجراءات الحمايه الاجتماعيه. صحيح. فزامت اجراءات الدوله لحمايه الاقتصاد ضد التقلبات. ده كده احنا بنتكلم في بدايه الازمه يا فندم. طبعا. وده كمان ايه برؤيه، كمان حاطين رؤيه المؤسسات الدوليه للاجراءات اللي احنا اخدناها دي. انا عايزه اطمن المواطن ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح، احنا جاهزين. هو كان الهدف من الشائعات ايه يا فندم؟ ارباك المواطن. بلبلة. صحيح. بلبله، الخوف، الاحساس ان الدوله مش هتقدر تدير الازمه. ما هو واضح ان ده خلت حضراتكم دخلتوا في سياسه ثانيه جميله محترمه جدا، وهي مثلا سلسله زي اين كنا واين اصبحنا، اللي زي ما حضرتك بتقولي بدات بيها بالحمايه الاجتماعيه. لا ده انا هوريك كمان احنا كنا فين وبقينا فين ورايحين فين. بالظبط يا فندم، احنا اهتمينا من خلال السلسله دي في كل القطاعات بقى يا فندم. يعني خليني اقول زي ما حضرتك اشرت كده، ان احنا بدانا بالملف بتاع الحمايه الاجتماعيه، لان انا عايزه اقول لحضرتك ان دايما الدوله المصريه متهمه ان هي ما مش من اكثر الدول. انا مش عايزه اقول لحضرتك نتيجه الانفجارات ده ونتيجه التحليل اللي احنا قدمناه ده، وضحنا ان الدوله المصريه من اكثر دول العالم انفاقا في ملف الحمايه الاجتماعيه. صحيح. ووضحنا احنا كنا فين وبقينا فين، يعني احنا كان الوضع ازاي. يعني احنا معنى كده ان احنا بنسير في الطريق الصحيح. تمام. الحاجه الثانيه يا فندم في السلسله دي، احنا اشتغلنا على ملف المواطنه برضه، وضحنا احنا كنا فين وبقينا فين. من خلال ان احنا سلطنا الضوء على التغير الايجابي. انا دايما ببدا رؤيه المؤسسه الدوليه ازاي ووسائل الاعلام الدوليه تجاه الملف، ليه؟ لان اللي مش مقتنع بالبيانات والارقام المحليه بيقتنع بالدوليه. صح. والدوليه خاصة ان الجهات دي جهات دولية متخصصة، مش بتجامل حد، بتقول رأيها بمنتهى الدقة والشفافية. عرضنا الكلام ده قارناه من 2014 ل 2022، واستعرضنا ابرز المؤشرات الدولية بشأن المواطنة والمساواة وعدم التمييز على مدار الثمان سنوات. طيب احنا في الملف ده كنا مهتمين كمان في السلسلة دي ان احنا نوضح الانجازات اللي بتتم على الارض قطاعيا وجغرافيا. جغرافيا احنا بنوضح ان الانجاز بيتم، مش كان دايما في اتهامات انها بتتم في القاهره الكبرى فقط. صحيح. احنا وضحنا انها بتتم في كل محافظات الجمهوريه. في 27 محافظه. صحيح. بالظبط كده، يعني احنا لسه كنا شايفين ان الافتتاحات اللي تمت في الصعيد. فعلى كل قطاعات الدوله، وكمان في كل قطاعات، يعني احنا شغالين في قطاعات. يعني انا عايزه اقول لحضرتك برضو ان احنا دايما بيقال ان احنا مركزين في فيما يخص البنيه التحتيه فقط. تمام. لا اسمع، انا هقول لحضرتك بقى برضو اصدرنا انفجراف، وده الالحاح المعلومه برضو. ان احنا اصدرنا انفجراف، تقرير للتنميه البشريه، تقرير دولي الامم المتحده هي اللي مطلعاه. التقرير ده بعنوان خلال 8 سنوات مصر تحقق نجاحات وتحولات ايجابيه بمحاور وقطاعات التنميه البشريه، بتضحى بين الدول العربيه والافريقيه الاكثر تقدما. ده المصدر بتاعه ايه يا فندم؟ الامم المتحده. فتقرير دولي بيصدر عن منظمه الامم المتحده، والتقرير ده وضح تحسن ترتيب مصر بمؤشر التنميه البشريه خلال عام 2022 مقارنه بعام 2014 على مختلف المحاور والقطاعات، سواء الاقتصاديه او الاجتماعيه او الصحيه او التعليميه. ده مجهود كبير يا دكتور، وانا الصراحه مش هقدر، يعني انا وقت الحلقه انتهى ومش هقدر اكمل
كل التحليلات دي. بتمنى وتشرف ان حضرتك لو تبقي ضيفتنا قريبا ان شاء الله، نستفيد في كل مجهود حضراتكم اللي تم، ونستفيد اكتر كمان في التحليلات الموجودة لشرح المجهود اللي تم من حضراتكم، وشرح المجهود اللي تم من الدولة كمان للابعاد المختلفة. اشكرك جدا دكتور نعيم سعد زغلول رئيس المركز الاعلامي لمجلس الوزراء.